فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصابون الذي يكون له رائحة زكية وطيبة هل يدخل في محظورات الإحرام؟ نعم، الذي له رائحة شم هل يدخل في محظورات الإحرام؟ نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل عن المعجون إذا كان معطرا هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟ إذا كان له رائحة تشم وتتمدد فلا يجوز، أما إذا كان ليس له رائحة إلا بمقدار بس ما يطيب الفم فلا بأس. نعم.